الأمريكي إريك جيكل مكافح للحياة، يدرب المرء كيف يتدبر أمره في حالة الكوارث أو انقطاع الغذاء. يمكن مضغ بعض الحشرات وابتلاع بعضها، هذه يمكن ابتلاعها. جيكل مستشار في مجال الكمبيوتر، يمضي غالبية وقته في تدريب نفسه على كيفية إمداد عائلته بالغذاء في الكوارث. ليس الوحيد الشغوف بتناول الطعام من الأرض، فعدد الأمريكيين أمثاله يزداد، وبات لقب بريبرز هو التسمية الملازمة لأولئك الذين يخزنون الطعام ويتعلمون تقنيات البقاء على قيد الحياة في أوقات الكوارث. أطلقت جيكل موقعه الإلكتروني وجمهوره ينظر إلى أحداث 11 من أيلول وأعصار كاترينا كأسباب توجب الاعتناء بالنفس. رأى الكثيرون أن ردة فعل الحكومة على ذلك لم تكن مثل كما يتمنون، لذا أخذ كثير من الناس على عاتقهم تأمين ودعم عائلاتهم. يستعد جيكل لكوارث محتملة بابتياعه اللوازم ووضعها في مستودع تابع لكنيسة يسوع المسيح، ويمضي متطوعون عطلة نهاية الأسبوع في توضيب الطعام الذي سيخزن هنا لأكثر من 30 سنة. نسمع كثيرا في الكنيسة أنها لم تكن تمطر عندما بنى نوح سفينة، لذا علينا أن نكون جاهزين لعلمنا أن شيئا ما قد يحدث، فإن حدث نأمل أن نكون أمننا موضوع الطعام. يبقي جيكل وزوجته الطعام بعيدا عن المتناول، ومن ثم يعيدان تخزينه. كل 3 أشهر سنحصل على مؤن جديدة، والمستودع سيكفينا 1 سنة و3 أشهر تقريبا. الحكومة الأمريكية تقترح خطة طوارئ لإمداد المواطنين لـ3 أيام بعد الكارثة، فهل يبالغ البريبرز أم أنهم حادي الذكاء؟